الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة عندنا أخبار كتير مهمة جدا تهم الفريق اللي رجع النهاردة للتدريبات بعد ما انتهت الراحة وبدأ إنه يستعد عشان طبعا مباراة القمة يوم 30 مارس الجاري، واللي إن شاء الله بإذن الله تكلل بفوز الفريق. كمان هنتعرف على موقف المصابين في الفريق ومين قرب إنه يرجع للقايمة، وإن شاء الله قايمتنا تكتمل في أقرب وقت ويكون النادي الأهلي جاهز للمرحلة اللي جاية واللي هيكون فيها أكيد مباريات مهمة جدا سواء على الصعيد القاري او المحلي. هنتعرف كمان على قرعه دوري ابطال افريقيا ومين الفريق اللي هيلعب مع النادي الاهلي في الدور اللي جاي، واحنا طبعا النادي الاهلي بنحترم كل المنافسين مهما كانت مده القرعه، احنا هدفنا واحد بس وهو التتويج باللقب الغايب عن النادي الاهلي من فتره. وطبعا كمان قابلنا سوء توفيق كبير جدا في اخر نسختين لما خسرنا في المباراه النهائيه. طبعا مش هننسى الالعاب الاخرى في النادي الاهلي واللي بتواصل النجاحات، وطبعا بنبارك لفريق الطايره رجال اللي توج امبارح بلقب كاس مصر بعد ما فاز على طلائع الجيش في المباراه النهائيه. وبالتاكيد طبعا هنتعرف على استعدادات المنتخب الوطني واللي بيواصل معسكره استعدادا لمباراه النيجر ونيجيريا، ونتعرف كمان على استعدادات مصر لاستضافه البطوله من خلال تجهيز الملاعب والفنادق عشان نقدم بطوله على اعلى مستوى من حيث التنظيم. وكمان هيكون ختامها في النهايه بالتتويج ان شاء الله باذن الله باللقب القاري. كمان هيكون عندنا كلام كتير جدا من خلال شبكه مراسلين قناه النادي الاهلي، واللي النهارده موجودين في كل مكان عشان يقدموا لكل اهلاوي كل الجديد عن النادي الاهلي. وطبعا هيكون ضيفنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريده الدستور. وكالعاده بنبدا معاكم حلقتنا باهم العناوين. الاهلي يعود للتدريبات استعدادا لمباراه القمه. تدريبات مكثفه لفتح وتجهيز الحاوي لقمه 30 مارس. الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي على المران اليوم. الأهلي ينتظر قرعة الكاف لتحديد منافسه في دوري الأبطال. الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم غدا. صلاح: المنتخب قادر على التتويج بلقب كان 2019. أجيري يستقر على قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم. نبتدي معاكم حلقتنا بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأهرام: مجلس الأهلي يحسم غدا المرحلة الثانية لفرع زايد وملف الأكاديميات الإفريقية. الأخبار: الأهلي يجهز وليد سليمان للقمة، العودة للتدريبات اليوم، وأزارو وأجاي ينتظمان غدا، ومؤمن يقترب من الدوري الفنلندي. المصري اليوم: الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة وليد سليمان في القمة. الأخبار المسائي: الأهلي يدق طبول القمة، الفريق يعود للتدريبات ولاسارتي يحدد استراتيجية الاستعداد. المساء: الأهلي يدخل أجواء القمة 117، لاسارتي يضع الزمالك تحت المراقبة ويبحث عن بديل لنضبط، إعدادات خاصة لأحمد فتحي وأزارو وأجاي ومحسن. سامي قمصان: الأحمر قادم ومستعدون لأي منافس. الجمهورية: زكريا يطير للدوري الفنلندي، فتحي جاهز لموقعة القمة. اليوم السابع: جلسة في الأهلي لحسم مصير مؤمن زكريا من عرض فنلندا، عبد الحفيظ ممثلا عن النادي في قرعة الأبطال، وتجهيز جيرالدو والشناوي للقمة. ونروح مع حضراتكم دلوقتي لأهم التفاصيل الخاصة بأخبار النادي الأهلي من الصحافة، وهنبتديها مع الأخبار اللي قالت إن بيبدأ النهاردة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الاستعداد لمواجهة الزمالك في الدوري المقرر ليها يوم 30 من الشهر الجاري، وبيتابع الجهاز الفني عن قرب حالة المصابين، وبيتابع باهتمامه وبشكل يومي حالة الحاوي وليد سليمان واللي قرب من الشفاء من الإصابة اللي لحقت بيه من يناير اللي فات في كحل القدم، وبيخطط الجهاز الفني لتجهيز وليد للقمة ومفاجأة نادي الزمالك.
كمان الجمهورية قالت أن قرر الأوروجواني مارتين لاسارسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الدفع بأحمد فتحي لاعب الفريق في وسط الملعب قصاد نادي الزمالك في مباراة القمة والمقرر ليها يوم 30 مارس الجاري. ويأتي تفكير لاسارسي في الدفع بفتحي ليكون بديل لكريم ندبد واللي بيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف. كمان طبعا أحمد فتحي بيتمتع بخبرة كبيرة ومجهود وفير وعنده حماس كبير جدا، وهو ده اللي بيرجح كفته على الثنائي حسام عاشور وهشام محمد. طلب لاسارتي من الجهاز الفني ضرورة تجهيز فتحي لتلك المباراة، خاصة وأنه عاد مؤخرا من الإصابة ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة منذ عودته من الإصابة. اليوم السابع كمان قالت ان بيعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي جلسه حاسمه مع مؤمن زكريا صانع العاب الفريق ووكيل اعماله لتحديد مصير اللاعب في المرحله اللي جايه، سواء بالموافقه على رحيله لاحد الانديه الفنلنديه حتى نهايه الموسم او الاستمرار في التدريب مع الفريق. عبد الحفيظ اعلن امس انه تلقى اتصالات من انديه في الدوري الفنلندي بترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا، وان الامور هتحسم خلال الاسبوع الجاري بعد انهاء كل التفاصيل والوصول لاتفاق نهائي بشأن إعارته والنادي اللي هيلعب ليه. كمان شدد مدير الكرة في النادي الأهلي على أن مصلحة مؤمن زكريا جت في مقدمة اهتمامات النادي، وأن العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة بيتم دراستها عشان يوصلوا لاتفاق نهائي. وفي شأن آخر بيفضل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود تأهيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 3 أيام بعد رجوع الفريق من الأجازة النهاردة يوم الأربعاء. بيعاني محمد الشناوي من التواء في الأنكل تعرض ليه خلال مواجهة كلاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحارس الدولي تحمل على نفسه وشارك في مواجهة شبيبة الثورة الجزائري برغم عدم اكتمال شفائه نظرا لحاجة الفريق لخدماته. ومن المقرر أن ينتظم الشناوي في تدريبات النادي الأهلي الجماعية مطلع الأسبوع القادم، وذلك استعدادا لمواجهة مباراة القمة. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم غدا. بوابة أخبار اليوم الأهلي يستأنف ميرانو استعدادا للزمالك. الشروق لاسارتي يحاضر لاعب الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك. فيتو لاسارتي يجتمع مع سعد سمير في حضور يوسف قمصان. اليوم السابع أجاي وأزارو ينتظمان في ميران الأهلي غدا، وأليخاندرو يقود التدريبات البدنية. المصري اليوم أيمن أشرف يكتفي بتدريبات الجيم في ميران الأهلي. البوابة سبورت تدريبات بدنية مكثفة لفتحي ونجيب في ميران الأهلي. الوفد هشام محمد يشارك في التدريبات البدنية بميران الأهلي اليوم. سوبر كورة الأهلي يجهز وليد سليمان للزمالك ومحارب يشارك في الميران. في الجول الأهلي يكشف سبب غياب الشناوي عن التدريبات الجماعية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي مصلحي نهدي الكأس للجماهير وأفريقيا هدفنا الأكبر. ونروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتنشرت على النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال انه بيعقد النادي الاهلي مؤتمر صحفي الساعه 1 الظهر يوم الخميس بكره في مقر النادي الاهلي في الجزيره بمناسبه توقيع بروتوكول تعاون مع وزاره التربيه والتعليم. هيحضر المؤتمر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ممثلا للاهلي، والدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وذلك لوضع اليات التعاون بين النادي وبنك المعرفه خلال المرحله القادمه. ياتي هذا البروتوكول في إطار الجهود الذي يبذلها مجلس الإدارة من أجل تقديم خدمة متميزة لأبناء الأعضاء من خلال التعرف على أحدث ما وصلت إليه النظم المعلوماتية ووسائل المعرفة، بما يتضمن بناء أجيال قادرة على التواصل مع وسائل العلم الحديثة.
كمان الشروق قالت أنه عقد مارتين لاثارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جلسة نظرية مع لاعب الفريق قبل انطلاق التمرين النهاردة الصبح يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش. جاءت الجلسة من أجل الحديث عن المرحلة القادمة واللي بتشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي. تطرق لاثارتي للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وبعض الأمور الخاصة بالاستعداد للقاء القمة والمقرر ليوم 30 مارس الحالي على استاد الجيش في برج العرب في اسكندرية. كمان فيتو قال ان اجتمع مارتين لاثارتي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في الاهلي صباح اليوم الاربع مع سعد سمير مدافع الفريق للحديث عن بعض الامور الفنية استعدادا لمباراة القمة. شهدت الجلسة حضور محمد يوسف المدرب العام وسامي قمصان المدرب المساعد وذلك للحديث عن بعض النقاط الفنية. كمان اليوم السابع قال ان غاب الثنائي جونيور اجاي ووليد ازارو لعيبة الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي عن التمرين الجماعي للفريق الاحمر النهارده يوم الاربع والمقام على استاد مختار التتش في الجزيرة. هيوصل الثنائي للقاهرة النهاردة الأربع راجعين من بلدهم بعد الأجازة القصيرة اللي حصلوا عليها. غادر اللعيبة لنيجيريا وللمغرب لقضاء الأجازة في الوقت اللي من المقرر إن هم ينتظموا في التدريبات إن شاء الله بداية من غد يوم الخميس. فيما قال أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية للاعبي الفريق الأحمر. كمان المصري اليوم قال ان اكتفى ايمن اشرف لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي باداء تدريبات بدنيه خفيفه الى جانب تدريبات المشي حوالين الملعب وده على هامش تمرين الفريق الجماعي النهارده الصبح. كان ايمن اشرف غادر مباراه شبيبه الثور الجزائري يوم السبت اللي فات في الشوط الثاني بعد ما اشتكى من الاصابه بكدمه في الظهر ما بين شوطين المباراه واستكمل اللاعب تدريباته في الجيم في اطار البرنامج التاهيلي الموضوع ليه. البوابة سبورت كمان قالت ان قائد حسين عد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه في الجهاز الفني للفريق بتدريبات بدنيه مكثفه لثنائي الفريق احمد فتحي ومحمد نجيب على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح يوم الاربعاء على ملعب مختار التتش. ادى فتحي ونجيب تدريبات بدنيه في اطار الارتقاء بمعدلات اللياقه البدنيه للاعبين حيث عاد ثنائي من الاصابه مؤخرا. احمد فتحي كان بيعاني من الاصابه في العضله الاماميه وكمان نجيب كان بينهي برنامجه التأهيلي بعد ما عمل جراحة في غضروف الركبة. الوفد كمان قالت ان شارك هشام محمد لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في تدريبات الفريق البدنيه كامله النهارده يوم الاربعاء على ملعب مختار التتش. بيعاني اللاعب من الاصابه بالتهاب في اوتار السمانه والخلفيه وده حرمه من المشاركه في تدريبات الفريق الجماعيه مؤخرا. انهى اللاعب تدريباته البدنيه مع الفريق قبل ما يستكمل تدريباته في الجيم واعقبها تدريبات الجري حول الملعب في اطار البرنامج البدني والتاهيلي الموضوع ليه للتعافي من الاصابه حيث تبدا مشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القادمة. موقع سوبر كورة كمان قال ان انتظم اسلام محارب لاعب النادي الاهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الاربع والمقام على استاد مختار التتش في الجزيرة بعد ما تغيب عن مران النادي الاهلي قبل مواجهة شبيبة الثور الجزائري لشعوره باجهاد عام. عشان نتعرف اكتر بقى كمان عن استعدادات الفريق هنروح معاكم لمراسلنا مراسل قناة النادي الاهلي شريف شعبان واللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلتي النهارده في العاشره صباحا كان التمرين النادي الاهلي بعد اجازه استمرت يمكن ثلاث ايام يمكن من الاجازات الطويله جدا اللي نادرا لما فريق كره بيكون بيحصل عليها. يمكن لقت استحسان كبير قوي عند الجهاز الفني واللاعبين ان هم كانوا محتاجين هذه الاجازه اكيد لضغط المباريات وتوالي المباريات طبعا كان فارق جامد على اعصابهم فهم ما صدقوا قدروا ثلاث ايام دول فرقوا معنويا ونفسيا كتير مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن في بدايه التمرين كان في محاضره حوالي 10 دقائق من مستر لاثارتي وطبعا هو مدير الكره كان سيد عبد الحفيظ بيتكلموا فيها عن اغلاق الملف الافريقي تماما والتركيز فقط في الملف المحلي مباراه القمه يوم 30 والمطالبه بالظهور بشكل جيد بالفوز على الغريم التقليدي طبعا فريق الزمالك. بعد هذه المحاضره كان في تدريبات بدنيه لمجموعه من اللاعبين وتدريب تخصصي و طبعا وتقسيمه كان مستر لاثارتي حريص في ايقاف هذه التقسيمه اكثر من مره لتصليح
اخطاء اللاعبين، ويمكن باقي المجموعه كان في مجموعه اخرى اجروا تدريبات بدنيه ثم اكتفوا بتدريبات الجيم وغادروا الملعب. يمكن الشناوي يمكن ما شاركش النهارده، كان مكتفي بتدريبات. طيب انا كنت عايز اسالك يا شريف، طبعا كل عناوين الجرايد والصحف ومواقع الانترنت من امبارح للنهارده بتتكلم طبعا عن عوده المصابين وعن قرب اكتمال صفوف النادي الاهلي بالقوه الضاربه قبل مواجهه نادي الزمالك يوم 30 مارس في القمه 117. عايز اطمن منك على حاله كل المصابين في الفريق. هو بالفعل النهارده كان في رجوع لاسلام محارب، في رجوع محمد نجيب، في رجوع لاحمد فتحي، يمكن الوحيد اللي في رجوع لوليد سليمان، يمكن شايفه النهارده بيجهز في هشام محمد، شايفه ايضا قرب يرجع تاني، عمرو جمال قرب يرجع، يمكن حمدي فتحي هو اللي لسه ما بانش الرؤيه يلحق مباراه القمه ولا لا، ولكن من النظره الاولى يمكن وجهه نظر انا ممكن ما يكونش جاهز قوي لهذه المباراه، لكن الشناوي هيكون جاهز بقوه في حراسه المرمى. لا الغيابات يمكن ايمن اشرف هيكون جاهز ايضا لهذه المباراه، لا باذن الله لا هيخش هذه المباراه، يمكن عنده غياب واحد ولا اثنين بالكثير، وباذن الله يكون القوه الضربه كلها مكتمله، وباذن الله يكون الفوز طبعا حليف النادي الاهلي على غريم التقليدي علشان يقرب من البطوله المحبوبه دي، بطوله الدوري العام. زي ما قلت لك في بعض المجموعه اخرى من اللاعبين اجروا تدريبات في الجيم، ويمكن شهدت النهارده زي ما قلت لك رجوع اسلام محارب النهارده في التقسيمه، كانت تدريبات اضافيه النهارده من نصيب اثنين لعيبه محمد نجيب واحمد فتحي اللي عاوزين يكملوا او يزودوا الحمل بتاعهم عشان يجاروا بلاعبي النادي الاهلي لان هم كانوا غايبين لفتره طويله. حراسه المرمى على الجانب الاخر كابتن علي لطفي واثنين حراس من الشباب، طبعا كابتن طارق سليمان عمل النهارده تدريبه قويه جدا معاهم، من جلسات مستمره مستر لاسارتي بيمتاز في الفتره الاخيره بعقد جلسات كثيره مع لاعبي الفريق على حده، يمكن النهارده ايضا كان في جلسه مع سعد سمير حوالي خمس دقائق، برضه الراجل على طول بيبقى حريص يتكلم مع لاعبي الفريق كل واحد على حده، يمكن يتكلم معاهم بتفرق معاهم جدا في تاهلهم في المباريات، وبيظهروا فعلا باداء كويس، وفعلا الجلسات دي بتاتي ثمارها على لاعبي النادي الاهلي لان فعلا هم محتاجين هذه الجلسات. تاهيل مستمر على الجانب الاخر، حمدي فتحي وليد سليمان عمرو جمال هشام محمد، الكل في معنويات مرتفعه، الكل يمكن النهارده بنت في التقسيمه اللي كان عاملها مستر بسردي، الكل حريص ان هو يشارك في مباراه القمه، الكل بيأدي النهارده تدريبات بكل قوه بكل تركيز علشان يحجز مكان في طبعا مباراه القمه، ومين ما بيحبش يلعب مباراه القمه، مباراه الكلاسيكو ومباراه القمه اهلي وزمالك، الكل نفسه يشارك فيها، الكل بتكتب طبعا شهاده تاريخ وشهاده ميلاد لنجوم كبار من نجوم النادي الاهلي، نتمنى باذن الله يكون شهاده ميلاد لنجوم النادي الاهلي يتالقوا فيها ويحرزوا اهداف ويفوزوا كمان باذن الله على غريم التقليدي يوم 30. شيما اتفضلي. شريف شعبان بشكرك جدا، طبعا كان معانا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده الصبح في تدريب الصباحي للنادي الاهلي بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق لمده 3 ايام، طبعا كان بعد فوز النادي الاهلي على شباب الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا. النهارده التدريب الاول استعدادا للقمه 117 يوم 30 مارس الجاري، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيبنا. نرجع نكمل اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت ونروح للكره الطايره. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطايرة رجال أهدى لقب بطولة كاس مصر للجماهير، وأكد طبعا أن هو بيحاول يحقق تطلعاتها، وهو ده الدافع الأساسي للفريق في ظل المساندة دايما من الجماهير للاعبين وللجهاز الفني. النادي الأهلي توج بالكاس بعد الفوز على طلائع الجيش امبارح بثلاث أشواط دون مقابل. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي تصريحات الجهاز الفني واللعيبة بعد التثبيت باللقب. الحمد لله رب العالمين. احد الاهداف بتاعه النادي الاهلي كره الطايره فريق كره الطايره اتحقق النهارده، هو هدف صغير هو الكاس، هدفنا الاكبر طبعا ان شاء الله افريقيا والدوري. عايز اقول لك ان احنا هنقفل الصفحه النهارده، هنسافر ان شاء الله الفجر بولندا نعمل معسكر ان شاء الله لمده 8 9 ايام، ونرجع على طول ان شاء الله للهدف الكبير اللي هو افريقيا اللي احنا بننظم بطوله ان شاء الله. الف مبروك طبعا للعيبه، عملوا ماتش هايل جميل جدا، نفذوا كل اللي احنا قلنا عليه بالحرف الواحد، خصوصا في الارسالات كانت نقطه قوه لينا. الحمد لله رب العالمين، بشكرهم جدا جدا جدا،
والحمد لله ان احنا قدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي. انا ما فيش حاجه طلبتها من مجلس الاداره والنشاط الرياضي الا ما الحمد لله اتنفذت. انا بشكرهم جدا على المسانده والدعم دوت لكره الطايره، دايما الحمد لله مشرفين النادي الاهلي ويا رب دايما في العلال يعني ان شاء الله. طبعا الشوط الثاني احنا دايما بنبدا فيه مش كويس، فطبعا قعدنا نتكلم ايوه ومدير الفني كابتن محمد مسيحه قال لنا الكلام ده، احنا لازم نركز في اخطائنا ان احنا ما نقعدش نغلط كتير، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نزود الفريق تاني ونرجع الشوط الثاني. اما ان شاء الله يعني انا بقول يعني ان شاء الله باذن الله اقل حاجه ان احنا نقدر نقدمها للجماهير طبعا احنا الثلاث بطولات احنا اول بطوله الحمد لله كسبناها، لسه عندنا ان شاء الله افريقيا ان شاء الله احنا مسافرين فجر يعني فجر النهارده باذن الله، وعندنا لسه مجموعتين في الدوري ان شاء الله باذن الله، فباذن الله باذن الله احنا نقول لهم ان شاء الله باذن الله نكسب ثلاث بطولات ان شاء الله، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لمجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. بقول الحمد لله رب العالمين، طبعا ببارك الاول لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، جهاز فني محترم معانا، لعيبه محترمه، ببارك لهم بقول لهم الف مبروك طبعا اداء عالي الحمد لله رب العالمين. فريق نادي الجيش طبعا فريق محترم، كسبناهم في الدوري 3-2، كان في صعوبه في الماتش شويه بس لعبه الحمد لله رب العالمين بتاكد التفوق بتاعه والجداره باستحقاق نهائي كاس مصر الحمد لله رب العالمين عليه. لا طبعا انت عارف طبعا النهائي كل الناس عايزه تلعب، كله عايز يادي ب 100% من مستواه، طبعا حصل بعد استعجال كنا فريقين بسكور عالي، حصل بعض الاخطاء من كتر استعجالنا، طبعا انا خبره وموجود احمد صلاح محمد عبد المنعم وناس كلها خبره طبعا هدينا بعض واحده واحده الحمد لله لحد ما خرجنا من الماتش بره الامان وكسبنا 3-0 الحمد لله رب العالمين. الماتش كان صعب، احنا كنا طالعين معاهم في الدوري 3-2 فكنا النهارده جايين مركزين ان احنا خلاص الماتش 3-0 والحمد لله قدرنا نركز ان خدنا الماتش 3-0 وان شاء الله الحمد لله احنا خدنا بطوله كاس مصر وان شاء الله عقبال الدوري وان شاء الله عقبال كاس افريقيا ان شاء الله. النادي الاهلي معروف اللي هو دايما في مصر التتويج اول، اهم حاجه مركز اول تاني زي اخير، اهم حاجه عندنا مركز اول واحنا مركزين من اول الموسم، رجعنا في المنتخب احنا 12 لعيب اصلا في منتخب النادي الاهلي فرجعنا من المنتخب مركزين في الموسم رغم ان احنا عندنا اصابات كتير، بنشكر الجهاز الطب معانا وتغلبنا على الاصابات والحمد لله وكسبنا النهارده 0 وعقبال افريقيا ان شاء الله والدوري ان شاء الله في اخر ماتشات اربع ماتشات، يعني احنا بنسبه 90% حسبنا الدوري خلاص ناقصنا اخر اربع ماتشات كسبنا منهم ماتشين احنا خدنا الدوري ان شاء الله. طبعا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني كان نفسنا طبعا يبقى متواجد النهارده معانا ويحضر معانا النهائي وكده، بس يعني ان شاء الله نتعود في افريقيا وان شاء الله نحتفل في افريقيا يعني ونحتفل بقى مع الجمهور بفوز في افريقيا ان شاء الله. والله طبعا زي ما انت قلت احنا فعلا يعني بنلاقي كل الدعم دايما من مجلس الاداره، واحنا السنه دي جبنا اجهزه من على احدث المستويات يعني البدني، واعتقد ده فرق معانا جدا في المباريات، احنا في فرق من الناحيه البدنيه يعني شاسع بينا وبين الفرق الثانيه. حاجه احنا مثلا على سبيل المثال احنا بكره طالعين ان شاء الله بولندا، يعني بكره الساعه 6 الصبح نعمل معسكر اعداد عشان بطوله افريقيا، طبعا مش اي حد في يعني بيبقى في معسكرات بره مصر وفي احتكاك قوي عشان الفرقه تستعد اكتر لبطوله افريقيا، ففعلا في انا شايف كل الدعم من مجلس الاداره ويعني وبالذات انت عارف فريق الكره الطايره في النادي الاهلي فريق يعني الحمد لله احنا نتائجنا كويسه ودايما النادي بيدعم الفرقه وعارف ان هي الفرقه يعني المميزه عنده في الالعاب الجماعيه يعني. رجال طايرة الأهلي كالعادة شرفتونا، كمان مجلس إدارة النادي الأهلي قدم تهنئة للفريق على الإنجاز وعلى التتويج بالبطولة الغالية، وطبعا هنشوف معاكم الكلام ده في التقرير اللي جاي، نشوف معاكم تصريحات أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. مبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك ليهم، مبروك لاداره النشاط الرياضي، مبروك للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الكبيره العريقه اللي بتتابع دايما النادي الاهلي بكل العابه، الف الف مبروك وان شاء الله كده مزيدا من النجاح الفتره الجايه ان شاء الله، وبنعتذر لكم على مباراه السله بتاعت امبارح يمكن بس ما كانش في توفيق، الناس يعني اجتهدت ولعبت لحد اخر لحظه، المباراه كانت رايحه جايه بس هو ده هي الرياضه كده بتروح وبتيجي، التوفيق دايما للنادي الاهلي وان شاء الله جاي يكون احسن ان شاء الله باذن الله، بس هو ده الطبيعي المفروض ان مجلس اداره النادي الاهلي على مدار عصوره كلها الحقيقه دايما
متواجد مع فرق النشاط الرياضي، دايما متواجد مع الفانيلا الحمراء، دايما متواجد في كل المحافل سواء محافل رياضيه او محافل حتى على المستوى التربوي او على مستوى الدوله او على مستوى الاجتهادات اللي بنحاول ان احنا نعملها كنوع من التاثير في المجتمع المصري بشكل طيب. ان شاء الله كده بمزيد من النجاح، وان شاء الله كده يبقى في حاجات حلوه جديده جدا تعلن الفتره الجايه بشكل طيب لجمهور النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي في كل افرع النادي الاهلي باذن الله رب العالمين، وان شاء الله مزيدا من النجاح للنادي الاهلي. الحمد لله ده تتويج للمجهود اللي بيحصل في كل الالعاب الجماعيه. الحمد لله في تناغم تام بين الاداره التنفيذيه والنشاط الرياضي ومجلس الاداره. تدعيمات حصلت كتير قوي الحمد لله السنه اللي فاتت، ادت يعني النهارده هو ادي بوادر اللي حصل من تدعيمات للفرقه، واتوجت النهارده بنهائي كاس مصر، والحمد لله زي ما شفنا كلنا اللعيبه رجاله من اول الماتش ومتسيدين المباراه، واستمرارا للمجهودات اللي بتحصل اللي ان شاء الله لسه هينتج عنها حاجات كتيره قوي في كل الالعاب الجماعيه، طبعا بالاضافه للعبه الام كره القدم ان شاء الله. زي ما انت شايف كده الاداء طبعا رائع، في ثقه، في خبره كبيره، في تناغم كبير جدا ما بين المدرب او المدير الفني كابتن محمد مصلحي وما بين اللعيبه الخبرات وما بين الشباب، في جو كبير جدا من السبورت والدعم جوه الملعب للعيبه، اي حد لا قدر الله بيغلط او كده كلنا يعني كلهم عادي وبتاع، فدي حاجات دي نفسيه بتفرق معاهم جدا يعني، فببارك لهم وبقول لهم طبعا هم دايما عند حسن الظن، وان شاء الله ان شاء الله نبارك لهم فيرجعوا بالسلامه. احنا ورا فرقنا في كل المناسبات وفي كل الايفنتات، امبارح كنا مع فريق الباسكت بول في نهائي كاس الباسكت بول، بقول لهم هارد لك مفيش مشكله خالص تتعوض في اللي جاي، فرقتنا فرقه كبيره وعندنا ثقه كبيره فيهم ودي الرياضه. النهارده ورا فريق الفولي بول، ده يعني احنا تعودنا دايما على كده، وده السبورت اللي هم يستاهلوه مننا، وهم ما شاء الله الحمد لله يعني ما بيخيبوش ظننا ابدا يعني. بقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي كلها، يعني اول بطولات الكره الطائره للرجال السنه دي، الحمد لله يمكن الفريق قطع 90% من مشوار بطوله الدوري، واعتقد ان هو كان يعني بقى قوسين او ادنى للدرع ان احنا نحتفظ بيه، الى جانب طبعا فريق كره الطائره دلوقتي بيستعد للسفر الليله دي باذن الله عشان يسافر في معسكره بولندا استعدادا لبطوله افريقيا، فبنتمنى الفريق كل توفيق باذن الله. اول امبارح في افتتاح بطوله افريقيا للكره الطايره كان وجود مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ونائبه وامين الصندوق وبقيه الاعضاء، كل المجلس كان موجود. امبارح في نهائي الباسكت برضو اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين، فدي يعني سمه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دعم فرقه الرياضيه في كل مكان وتقديم التسهيلات كلها والتدعيمات ليها علشان تقدر تفوز بهذه البطولات، وكل التوفيق لجميع فرق النادي. ألف مبروك لرجال طايرة الأهلي كالعادة طبعا شرفونا، ودلوقتي معادنا بقى معاكم على آخر الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار المحترفين في الخارج. سوبر كورة اليوم، ترقب أهلاوي زملكاوي لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. الشروق عامر حسين، برج العرب مفاجأة القمة 117. الفجر مدير المنتخب سنخوض 3 مباريات ودية استعدادا لأمم أفريقيا. يلا كورة، المنتخب معسكر داخلي لكأس أفريقيا وسنحدد المباريات الودية بعد القرعة. اليوم السابع، مدرب المنتخب وجوه جديدة تحت الاختبار وخطتان لمواجهتي نايجر ونيجيريا. الشروق رمزي، أجيري استقر على قوام المنتخب في أمم أفريقيا. الوطن سبورت، اعتماد ودية نيجيريا ومصر ضمن الأجندة الدولية. سوبر كورة، اتحاد الكرة يرفض مواجهة نيجيريا بالبدلاء. بوابة الأهرام، أحمد ناجي حددنا حارس مباراة النايجر. الشروق، مدرب أوغندا، منتخب مصر الأقرب للتتويج بأمم أفريقيا. اليوم السابع، وفد من شركة الملابس الجديدة يصل لمعسكر المنتخب بعد أزمة القميص.
الوفد علي درويش يعلن موعد الانتهاء من أعمال تطوير استاد القاهرة. فيتو منتخب الشباب يبدأ اليوم استعداداته لبطولة شمال أفريقيا. الفجر محمد صلاح منتخب مصر قادر على التتويج بكأس أمم أفريقيا. في الجول كلوب ينصح صلاح عليك القيام بما يفعل ماني. سكاي سبورت أسطورة ليفربول أزمة صلاح الحقيقية صنعها رونالدو وميسي. آس عالم أو عالم ماجينات إسباني يعتزم استنساخ ميسي. سبورت 360 برشلونة يزيح غريزمان ونيمار عن طريقه. نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل اهم الاخبار ونبتدي بالاخبار المحليه من سوبر كوره اللي قال ان بتترقب جماهير الاهلي قرعه دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا واللي هتجرى مساء اليوم. وطبعا بيعد النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في قرعه دوري ابطال افريقيا 2019 بعد ما ودع الاسماعيلي البطوله من مرحله المجموعات. كمان ضمت قائمه الانديه المتاهله لدور الثمانيه في مسابقه دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، والاهلي المصري، وشباب قسنطينه الجزائري، وسان داونز الجنوب افريقي، ومازيمبي الكونغولي، وغوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني. وهيتم وضع الانديه اصحاب الصداره في التصنيف الاول وهي الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، الاهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي، فيما بيضم التصنيف الثاني لفرق اصحاب مركز الوصافه في الدور المجموعات زي غوريا كوناكري الغيني، سيمبا التنزاني، شباب قسنطينه الجزائري، وسان داونز الجنوب افريقي. هيواجه النادي الاهلي احد انديه شباب قسنطينه الجزائري او سان داونز جنوب أفريقي أو غوريا كوناكري الغيني في الدور ربع النهائي. بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد دلوقتي في احد الفنادق الكبرى في القاهره. طبعا المكان ده هو اللي هيكون في قرعه دوري ابطال افريقيا. مساء الخير عليك يا كريم. اخر عليك يا شيما، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. مساء الفل عليك، وعايز اعرف منك الاجواء عندك عامله ازاي؟ يمكن استعدادات اكيد كالعاده وكعاده الاتحاد الافريقي للقرعه والنسخه الاستثنائيه وهي نسخه 2016 2019 بالفعل عشان جميع متواجد بالنسبه للتجهيزات، لكن عايز ابدا معاك تنطلق القرعه وتنطلق بشكل رسمي 6:30 بالظبط يكون التجهيز لانطلاق القرعه. الساعه 7 هتكون البدايه في القرعه بالنسبه للكره الكونفدراليه، الساعه 8 مساء وهي القرعه طبعا اللي بيحضرها كل جمهور النادي الاهلي وهي قرعه دوري ابطال افريقيا مشهور كابتن حسين عبد الحكيم تدير الكره للنادي الاهلي كممثل للنادي الاهلي. الحقيقه طبعا النادي الاهلي وكابتن حسين خلال كانت معلم تكون بجانب المباريات او حتى اللي بيكون في التواجد بيقول يمكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني جاهز لاي مواجهه. يمكن انت ذكرت ان النادي الاهلي بالفعل ممكن يواجه احد انديه صن داونز او حريه افريقيا او شباب بيراميدز. صحيح. يمكن ثلاث انديه على لديه شعبيه جماهيريه كثيره جدا وقاعده جماهيريه كثيره جدا، لكن النادي الاهلي جاهز ان شاء الله للمواجهه. الناس تتكهن ان ممكن النادي الاهلي يواجه حريه من جديد بشكل ايضا كمان من الفرق المميزه جدا سان داونز، لكن النادي الاهلي ان شاء الله جاهز لاي طريق سواء يكون قاعده جماهيريه قويه او ايضا كمان دنيا يمكن الدنيا وحريه فرقه التحكيم كانت صعبه. واتذكر النسخه الماضيه النادي الاهلي تواجه بالطائره خاصه نظرا للسفر وعدد السفر الكبير جدا وعدد الساعات، لكن كل الامور هنا يمكن على ما يرام في احد الفنادق زي ما انت اكدت قريبه جدا هنا للنادي الاهلي الى لاجراء القرعه ان شاء الله. القرعه تنطلق النادي الاهلي موفق كل الانديه ان شاء الله الثلاثه اي حد متواجد مع النادي الاهلي، لكن احنا بنشكر النادي الاهلي واكيد الجمهور بيتمنى يكون الفريق اللي قبل النادي الاهلي في المباراه الاولى اقل الفرق الثلاث، لكن الثلاث فرق باكد لك فرق قويه جدا ان هي تصل لهذه المرحله. فالنادي الاهلي ان شاء الله يكون جاهز خطوه خطوه، النادي الاهلي بياخد مرحله مرحله في هذه البطوله ان شاء الله باذن الله. مجموعه المباراتين مباراه الذهاب ومباراه العوده اي فريق قبل النادي الاهلي يكون من ان شاء الله. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي هو اللي هيكون ممثل للنادي الاهلي اثناء القرعه. بالظبط كده، يمكن كابتن سيد بيكون كمان متواجد معاه كابتن ماهر عبد العزيز اداري فريق النادي الاهلي نظرا للظروف الاداريه وايضا كمان متواجد بشكل عام، لكن كابتن سيد كممثل للنادي الاهلي اللي متواجد بالفعل هنا في الاتحاد الافريقي كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير.
مدير الكره النادي الاهلي هو اللي يحضر ان شاء الله هذه المباراه. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مكان اللي هيقام فيه دلوقتي او هيقام فيه ان شاء الله الساعه 7 مساء قرعه دوري ابطال افريقيا، وطبعا الساعه 8 هيكون قرعه الكونفدراليه الافريقيه. نرجع مره ثانيه ونروح لاخبارنا، اخبارنا المحليه. الشروق قالت ان كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره عن مفاجاه في مباراه النادي الاهلي والزمالك والمقرر ليها يوم 30 مارس الجاري. المباراه دي متاجله من الأسبوع 17 من بطولة الدوري الممتاز. قال حسين أن مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك هتقام على ملعب برج العرب، لكن الفترة اللي جاية هتشهد تجهيز الاستاد عشان يتناسب مع المباراة الأكبر في الوطن العربي. وقال كمان عامر حسين: هذا الجدل المثار حول ملعب مباراة القمة يجعلني مضطر للرد والنفي وبذل المزيد من المجهود حتى يصدق الناس. واختتم كمان حسين تصريحاته بأنه بيوعد الجمهور بأنهم هيشوفوا شكل مختلف تماما لأرضية ملعب استاد برج العرب في اسكندرية، وهيكون مفاجأة في مباراة القمة. الفجر كمان قالت ان كشف ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن خوض مباراتين او ثلاث مباريات ودية استعدادا لامم افريقيا، وقال كمان هيكون معسكر المنتخب في مصر قبل بطولة امم افريقيا، وهنجري اتصالات مع بعض المنتخبات لخوض مباراتين او ثلاث مباريات ودية. وقال كمان ان اتحاد الكرة بذل مجهود كبير جدا للتعاقد مع شركة عالمية لتوفير ملابس المنتخب ويخوض منتخبنا امم افريقيا بالزي الجديد. موقع يلا كرة كمان قال ان اكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب ان مفيش اي نيه لاقامه معسكر خارجي للاعداد لبطوله امم افريقيا، والمقرر ان هي تقام في مصر في الصيف اللي جاي. قال لهيطة: قررنا ان يكون معسكر الاستعداد لامم افريقيا جوه مصر. وقال كمان ان المعسكر الحالي بيحاول المدرب خافير اجيري ان هو يتعرف على مستوى الوجوه الجديده جوه المنتخب، واوضح ان لحد دلوقتي لم يقرر الجهاز الفني اسماء المنتخبات اللي هيواجهها وديا قبل انطلاق امم افريقيا 2019. واشار لهيطة ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بينتظر قرعه امم افريقيا والمقرر ليها 12 ابريل عشان يتفق على الاسامي المنتخبات المقرر مواجهتها وديا. كمان اليوم السابع قال ان اكد هاني رمزي مدرب عام منتخب مصر ان قائمه اللعيبه بتضم اكتر من وجه جديد على الفراعنه، وده لاختبارهم خلال مواجهه النيجر ونيجيريا. وقال كمان ان هو بيقوم دلوقتي بالحديث معاهم لرفع الضغط عنهم. واوضح كمان هاني رمزي ان المكسيكي خافير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بيهتم دايما بشخصيه اللاعب خلال تواجده في التدريبات وفي المباريات. واشار هاني رمزي ان تم تجهيز خطتين مختلفتين لمباراتي النيجر ونيجيريا للوقوف على بعض الامور الفنيه والتكتيكية. كمان الشروق قالت ان اكد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر الاول لكره القدم ان المكسيكي خافير اجيري المدير الفني للفراعنه استقر على 90% من قوام الفريق الاول في القائمه النهائيه واللي هتشارك في كاس الامم الافريقيه 2019. الرمزي اجيري استقر على 80 او 90% من القوام الاساسي للمنتخب. نشعر براحه بعد ضمان التاهل لكاس الامم في البطوله اللي بنخوضها على ارضنا. واضاف كمان انه سيتم اعلان القائمه النهائيه بعد شهرين، وبالتالي عندما نرى عناصر جديدة سنرى الصورة بشكل أوسع، وليس معنى أن اللاعبين المستبعدين من معسكر مارس الجاري سيكونوا خارج البطولة. كمان الوطن سبورت قالت ان كشف ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني عن اعتماد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف مباراه الفراعنه الوديه قصاد النيجيريا والمقرر ليها ان شاء الله يوم 26 مارس الجاري ضمن الاجنده الدوليه، وبيستعد المنتخب لمواجهه النيجر يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره من التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا 2019. تستضيف مصر منافسات بطوله امم افريقيا 2019 في الفتره ما بين 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي. كمان سوبر كورة قالت ان طلب مجلس ادارة اتحاد الكورة برئاسة هاني بوريدا المشرف على المنتخب من خافير اجيري المدير الفني للفراعنة خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجاري بالتشكيل الاساسي وبالقوة الضربة للفراعنة لتحقيق نتيجة ايجابية في ظل قوة نسور نيجيريا واقامة المباراة على ملعبه. استجاب اجيري لطلب اتحاد الكورة وقرر ان هو يدي فرصة لاكبر عدد من اللعيبة الجداد في مباراة النيجر في الجولة الاخيرة من التصفيات، وكمان هيلعب بالقوة الضربة قصاد نيجيريا منعا للخسارة بنتيجة ثقيلة تؤثر على معنويات اللعيبة والجماهير قبل أمم أفريقيا واللي هتقام في مصر في الصيف القادم.
بوابة الأهرام كمان قالت إن أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافير أجاري حدد حارس الفريق القومي أمام النايجر في الجولة الأخيرة من التصفيات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. قال ناجي إن المنتخب بيصطحب 3 حراس مرمى لمباراة النايجر، ولفت إنه هيتم منح فرصة للحارسين الآخرين في ودية نيجيريا المقرة ليها يوم 26 مارس الجاري. كمان الشروق قالت ان اكد الفرنسي سباستيان دي صابر المدير الفني لمنتخب اوغندا ان منتخب مصر هو المرشح الاقوى للفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه 2019 والمقرر اقامتها على ارضه في شهر يونيو اللي جاي. وقال كمان دي صابر ان سبب ترشيحه لمنتخب مصر بسبب عامل الارض والجمهور، وكمان قال ان منتخب السنغال من المرشحين للفوز باللقب خصوصا ان هو فريق قوي. اليوم السابع برضو قال ان وصل وفد من الشركه الالمانيه الراعيه لقميص منتخب مصر لمعسكر برج العرب بعد اعلان التصميم الجديد لقميص الفراعنه، وعملوا اجتماع مع مسؤولين المنتخب عشان يناقشوا اسباب الهجوم على تصميم قميص المنتخب وشكوى اللعيبه منه. وكشف مصدر في اتحاد الكوره ان مندوبين الشركه تعرفوا على ملاحظات اللاعبين على الملابس، وكمان تفهموا سبب الانتقادات الخاصه بالقميص الجديد ووعدوا بتلافي جميع السلبيات في التصميم الجديد واللي هيتم اعلانه في 2020. وتابع ان اتحاد الكوره اضطر لتسلم الملابس الحاليه دون مراجعه الشركه في ظل ضيق الوقت وعدم وجود بدائل، وقال كمان ان الشركه حريصه على تعديل التصميم واختيار تصميم جديد يرضي الجماهير حتى تقبل على شرائه وتحقق ارباح من وراء بيع القميص. الوفد كمان قال ان اكد علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره ان تطوير الملعب استعدادا لبطوله الامم الافريقيه بيشمل جميع الاتجاهات من مدخل الاستاد من اتجاه شارع الفنجري. واوضح كمان درويش انه هيتم تطوير البوابات الرئيسيه وواجهه الاستاد والمقصوره الاماميه والرئيسيه وجميع المقاعد وشاشات النتائج وارضيه الملعب والمضمار بالاضافه لغرف خلع الملابس. وقال كمان رئيس هيئه استاد القاهره ان محافظه القاهره بتعمل على تطوير جميع المداخل والشوارع المحيطة باستاد القاهرة، وأكد أن محافظ القاهرة ونائبه متواجدين بصفة مستمرة. قال درويش كمان أنه هيتم الانتهاء من مرحلة التطوير في نهاية إبريل اللي جاي بنسبة 98%، والانتهاء كليا هيكون يوم 15 مايو اللي جاي. وقال كمان أن بعد الانتهاء من غرز العشب الهجين وزراعة النجيل الشتوي تم زراعة النجيل الصيفي. كمان موقع فيتو قال ان بيدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكر مغلق النهارده يوم الاربعاء في احد دور القوات المسلحه في مصر الجديده استعدادا للمشاركه في بطوله شمال افريقيا واللي هتقام في اسكندريه في الفتره ما بين 6 ل 11 ابريل اللي جاي. اختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 26 لاعب عشان ينتظموا في المعسكر، ورفض الكشف عن الاسامي اللي وقع عليها الاختيار خاصه ان الجهاز الفني لا يزال في مرحله الانتقاء ولم يتم الاستقرار على القوام الأساسي للفريق. ومن المقرر أن يتخلى المعسكر منتخب الشباب خوض مباراتين وديتين قصاد ناديين من أندية الدوري الممتاز يوم 25 و30 مارس الجاري، وبيستعد منتخب 2001 للتصفيات الأفريقية واللي بتنطلق في العام المقبل والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب اللي تقام في موريتانيا في 2021 المؤهلة لمونديال الشباب في نفس العام. الفجر بقى قالت ان يرى صلاح نجم ليفربول الانجليزي ان منتخب مصر قادر على التتويج بلقب بطوله امم افريقيا القادمه. وقال صلاح في تصريحاته دائما ادخل في اي بطوله من اجل التتويج باللقب. وقال كمان هناك بعض لاعبي المنتخب الوطني ليس لديهم الخبرات الكافيه للعب تحت ضغط وامام جمهور، وسوف يحتاجون لبعض الوقت للانسجام والتاقلم مع تلك الاجواء. اعتقد ان منتخب مصر قادر على حصد لقب بطوله امم افريقيا المقبله. في الجول قال ان وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نصيحه للمهاجم محمد صلاح عشان يستعيد حساسيه التهديف مره ثانيه في ظل تالق زميله السنغالي ساديو ماني. صلاح سجل هدف وحيد في مبارياته العشره الاخيره مقابل 10 اهداف سجلها زميله الافريقي في العدد نفسه من المباريات. وقال يورجن كلوب في تصريحات لموقع ناديه ماني في حاله جيده حقا، يلعب ساديو بهذا المستوى بشكل دائم لكنه الان يتواجد دائما في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
وقال كمان الشيء الوحيد الذي فعله ماني عندما لم يكن يسجل كثيرا هو العمل والعمل والعمل. هذا هو بالضبط ما يجب على صلاح القيام به، الشيء نفسه بالضبط، العمل فقط والقيام بالأشياء الصحيحة والأهداف ستأتي مرة أخرى. واصل المدرب الألماني صلاح سيء الحظ إلى حد ما، في حين كان ماني محظوظا في الوقت الراهن إنه في حالة رائعة، هذا صحيح. وأكمل، كنت متأكد أن مو سيسجل من عرضية روبرتو فيرمينو أمام فولهام لو ترك جيني فينالدوم الكرة لي. كمان سكاي سبورتس قالت أن عبر أسطورة ليفربول إيمال هسكي عن رأيه في أزمة التهديف اللي بيمر بيها النجم المصري محمد صلاح في الموسم الحالي. وتعرض صلاح لهجوم قوي جدا خلال الأيام اللي فاتت، واتهموا البعض بالأنانية وبالطمع، إلا أن هسكي كان عنده رأي آخر وقال النجم السابق لفريق الريدز أن صلاح لا يزال يفكر في الموسم الماضي حين كان يسجل العديد من الأهداف وكانت ثقته عالية، مضيفا هذه الأشياء قد ترتد عليك مثل ما حدث هذا الموسم، لكن عليك بعدها أن تستعيد نفسك. وأضاف في تصريحات لسكاي سبورتس أن محمد صلاح ليس محظوظا في الوقت الحالي، لكنه لا يزال يريد أن يسجل الأهداف والجميع يتطلع إليه لأنه اللاعب القادر على تسجيل الأهداف. أرسنال الأسبانية قالت لطالما أثارت موهبة ليونيل ميسي لاعب برشلونة الجدل، آخر الجدل ده هو ما يقال حول أنه قد يكون متاح أن يتكرر نتيجة لعملية استنساخ جيني بالتقنيات الحديثة، وهذا ما قاله المتخصص في علم الجينات أركادي نافارو رئيس مؤسسة الأرشيف الجيني الأوروبي. قال نافارو أن عنده خطة للإبقاء على المزيد من سحر ميسي لفترة أطول. قال نافارو من الممكن أن نوجد لاعب شبيه للغاية بميسي قد نستطيع استنساخه بالتقنيات الموجودة حاليا، منتجين ما يشبه بتوأم له. وقال كمان سوف يكون الأمر كما لو كان استنساخ توأم ولد في نفس الظروف، ومن ثم سيحفظ أو سيتم الاحتفاظ به في ظروف قياسية إلى أن يكون قابل للتطبيق. وقال كمان سوف يتطور ويكتسب خصائص كما فعل ميسي، ولذلك بعد 20 أو 30 عام قد نعيد العملية من جديد. كمان سبورت 360 قالت أنه بيسعى الثنائي الفرنسي أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد والبرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتصحيح خطأهم عفوا، وبيستهدفوا الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. تقول صحيفة سبورت صباح اليوم الأربعاء أن نيمار دي سيلفا يشعر بالندم على ترك برشلونة والرحيل لباريس سان جيرمان، وكذلك الأمر بالنسبة لغريزمان واللي رفض الانتقال لملعب الكامب نو في الصيف الماضي من أجل البقاء في أتلتيكو مدريد. بيرغبوا أكيد في تصحيح خطأهم، لكن النادي الكتالوني لا يعتبرهم جزء من مستقبله. دي كانت أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي مع الحساب الرسمي لكرة الطائرة في النادي الأهلي على تويتر، واللي نشر صورة لتتويج فريق الرجال بكأس مصر وكتب حي معانا الأبطال بعد الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي. ونشر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صور من التتويج على تويتر وكتب الأهلي بطل لكأس مصر للكرة الطائرة. أحمد فتحي كمان نشر صورة على الإنستجرام مع حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في الفريق وكتب صديقي المفضل. نشر حسين عبد الدايم نفس الصورة على حسابه على الإنستجرام وكتب أخويا وحبيب قلبي الغالي. كمان نشر أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي سابق ومدير أكاديمية النادي في الشيخ زايد صورة على الإنستجرام مع عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي واللي تعرض لإصابة في معسكر المنتخب، وكتب أمير ألف سلامة يا حبيبي إن شاء الله خير وترجع أحسن. أما محمد نجي جده لاعب النادي الأهلي السابق والجون الحالي فنشر صورة على تويتر وعلق زيارة إلى جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالغردقة، وسام ونادر نماذج ناجحة
تعرفت عليهم، ما فيش حاجة قدرت توقفهم عن النجاح. فنادر الآن مدرس وسام بطلة كاراتيه، هم فقط محتاجين الحب والاهتمام والرعاية، وهنشوف أبطال كتير منهم. واحتفل كمان حساب في الجول على تويتر باليوم العالمي للسعادة، فنشر صورة من مباراة الكونغو الأخيرة في التصفيات المؤهلة للمونديال وفرحة التأهل لكأس العالم روسيا 2018. عالميا احتفل الحساب الرسمي للفيفا على تويتر باليوم العالمي للسعادة ونشر صورة للنجم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر. احتفل كمان الحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق السابق فرناندو توريس ونشر صورة لي وكتب عيد ميلاد سعيد توريس. احتفل بقى فرناندو توريس بعيد ميلاده ونشر صورة على تويتر وكتب عيد ميلاد سعيد 35 عام. كمان احتفل الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على تويتر بعيد ميلاد توريس وكتب اليوم العالمي للسعادة وعيد ميلاد توريس. نشر الفرنسي كمان بنيامين بافارد لاعب شتوتغارت صورة من على الانستغرام من معسكر منتخب الديوك وكتب سعيد بالعودة مع هذا الفريق من الأصدقاء. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع وبعد كده هنرجع وهنضم لينا ضيفنا أستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريدة الدستور. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورا دلوقتي في الاستوديو استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريده الدستور. مساء الخير عليكم، منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. مساء النور عليك يا استاذ شيما، ومبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. الله يخليك. طبعا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم عليها النهارده واكيد طبعا بتخص النادي الاهلي، نتكلم اكيد عن لقاء القمه 117 يوم 30 مارس الجاري، لكن في البدايه خليني اسالك عن مارتين لاسارتي. شايف برايك ايه هي المكاسب الفنيه اللي جت للفريق لفريق النادي الاهلي بعد ما تولى مارتين لاسارتي قياده النادي الاهلي؟ لو اتكلمنا عن المكاسب الفنيه لمستر مارتين لاسارتي، انا بشوف بشكل شخصي واتكلمت عن ده قبل كده كتير، فكره المرونه وانه ازاي قدر يكسر حاله الجمود الخططي اللي كان عليها النادي الاهلي، ومش النادي الاهلي بس، يعني كان انا قلت في فتره قريبه جدا انه كسر حاله الجمود الخططي للدوري المصري، وده نتائجه مش هتظهر دلوقتي لا على الاهلي ولا على الكره المصريه، يعني بشكل بعد فتره سنه او اتنين انا متوقع وشايف ان فكر ان مارتن لاسارتي واللي بيعمله مع النادي الاهلي دلوقتي هياخدنا لفكرة التحول خططي احنا كنا محتاجينه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده من يعني حوالي 6 سنين او 7 سنين متتاليه كل الانديه المصريه بتتبع طريقه لعب واحده 4-2-3-1، النهارده مستر مارتن لاسارتي قدر يلعب باكتر من طريقه لعب، يعني حاول النادي الاهلي في فترات 4-3-3 4-1-4-1، كسر حاله الجمود وفكره الاعتماد على 2 ارتكاز، فده ما كانش موجود، ويمكن كانت دي ازمه حقيقيه عند حوالي 8 مدربين مروا على الاهلي في السنوات الاخيره، وكانت ازمه رئيسيه جدا عند كابتن حسام البدري اللي انا كنت من اكتر الناس المؤيدين ليه ولفكره، لكن كان فكره جموده واصراره على نفس الشكل الخططي واصراره على نفس العناصر ده اللي كسره مستر مارتن لاسارتي في فتره وجيزه جدا، انه يقدر يلعب باكثر، مش بس ان هو عنده اشكال عدديه مختلفه، لا ده في الشكل العددي الواحد داخل الملعب بيقدر يتحول، يعني ممكن يبدا على الورق ب 4-2-3-1 فتشوفها 4-1-4-1 4-3-4-3، ليه؟ لان هنا مفيش تقييد للاعبين بادوار صحيح. معينه، فكره تبادل الادوار، حاله اللامركزيه، شفت مارتن لاسارتي اضاف كتير جدا في المنطقه دي بالتحديد. كمان اضاف ان هو قدر يرجع اللاعبين كان الجمهور وكان الوسط بشكل عام فاقد الامل فيهم تماما، يعني يمكن ابرزهم كريم نيدفيد. اكيد طبعا كريم نيدفيد، فكره تطوير عمرو السوليه بشكل كبير جدا والاضافه الكبيره اللي اداها لعمرو السوليه، اللي النهارده اصبحنا ما بقناش نشوفه مجرد لاعب ارتكاز هدفه الرئيسي والاساسي انه يستقطع الكره من الخصم، لا اصبح معني بفكرة تطوير الهجوم في الثلث الأخير، أصبح معني أيضا بدخول مناطق الخصم والتسجيل صحيح. فشفنا تطور عند عمرو السولية، شفنا كريم نيدفيد شكل جديد شكل مختلف كريم تماما. نيدفيد اللي يمكن الجمهور كان بيهاجم مشاركته، مجرد مشاركته أيام حسام البدري، دلوقتي الجمهور حزين جدا أنه هو مش هيكون موجود في القمة 117 قصاد نادي الزمالك. صحيح، ما دي شوف بقى، شوف سبحان الله أن أنت فكرة أنت إزاي تشتغل على نفسك طول الوقت وازاي تتحمل الضغوط النفسيه، يمكن كريم نيدفيد انفجر في مرحله من المراحل من فكره الضغط النفسي لما طلع وقال دي انتقادات سوشيال ودي عيال صغيره وانا مش معتني بيها، لكن مع الوقت جيل المدرب المناسب او الراجل اللي عنده الطريقه اللي تقدر
يعالج اللاعب نفسيا فقدر يعمل ده. صحيح. طيب دلوقتي نطلع سريعا لفاصل ونرجع نكمل معاك كلامنا عن النادي الاهلي، عن المباراه القادمه وعن مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وكمان في الدوري المحلي. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا سريعا ولسه مكملين كلامنا معاكم، وطبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النادي الاهلي وعن اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي شكلهم اتغير تماما بعد ما تولى مارتين لاسارتي الاداره او المهام الفنيه لفريق النادي الاهلي. طبعا واحنا بنضيف على فكره الاضافات اللي اضافها مستر مارتين لاسارتي لبعض اللاعبين كمان يحسب ليه او من المكاسب اللي هو عملها فكره تدوير المشاركات. يعني ادى كم كبير جدا من اللاعبين في عدد وجيز من المباريات، وقدر في نفس الوقت يحافظ على تحقيق المكاسب. يعني هي معضله كبيره جدا تواجهك ان انت تدخل عدد كبير جدا وفي نفس الوقت تحقق مكاسب وتنافس على جميع البطولات، فده يعني مشكله كبيره، مش اي مدرب ينجح يعمل يقوم بالعمليه دي. لكن مستر مارتن لاسارتي قدر يجرب عدد كبير جدا، قدر يدي الفرصه لعدد كبير جدا، ورغم ده فضل يعني بيلاحق ويطارد الزمالك بعد ما كان الفرق 6 نقاط بقى 4، وعنده مباراتين قمه لسه يقدر يقرب منهم اكتر. في بطوله افريقيا قدر رغم العثرات اللي مر بيها، لكن قدر في النهايه انه يصعد في بالترتيب متصدر المجموعه بتاعته. يخلينا نشوف ان هو اضاف كتير جدا للاعبين. طيب لو هنتكلم عن هدافين الدوري المصري الممتاز، هنشوف ان لعيبه النادي الاهلي بعاد عن الهدافين او المنافسه على لقب هداف الدوري المصري الممتاز، لكن برضو هنشوف ان في 18 لاعب في النادي الاهلي بيحرزوا اهداف. هو الـ مستر مارتن لاسارتي لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي. صحيح. في بطوله الدوري العام. يعني انا ما اقدرش احاسبه على فكره انه وجود هداف من عدمه. ده بشكل مبدئي، لكن خلينا نقول يعني ايه 18 لاعب يسجل في هذا الكم الوجيز من المباريات. ده بيؤشر على ايه؟ ده دي مؤشرين. المؤشر الاول ان انت فريق جماعي بالدرجه الاولى. صحيح. ما بتعتمدش على الفرد، ان انت عندك عدد كبير جدا بيقدر يسجل وبتلعب باكتر من طريقه. ده المؤشر الثاني اللي هتكلم عليه، اللي هو تنوع طرق صناعه الفرص وطرق الوصول لمرمى الخصوم. انت النهارده ما اصبحتش معتمد على لعبه واحده بس، هنعمل كروس لخالد قمر جوه ال 18 فهيخلص، هنلعب بطريقه معينه فهنوصل لاعب معين لجون فبيفنش. التنوع الخططي بمعنى ان انت النهارده اصبحت بتخترق من العمق من خلال لاعبين زي عمرو السوليه وكريم نيدفيد ما كانوش في الحسبان بالمره فكره ان هم يكونوا من الهدافين، زائد اللعب على الاطراف ايضا الاهلي قوي ما زال قوي على الاطراف. يمكن غياب ازارو خلى مفيش مهاجم ثابت في الاهلي، مروان بيلعب شويه، اغاي بيلعب شويه، فكره الاصابات ما خلتش في الاهلي في راس حربه ثابت. لكن لما نيجي نبص مثلا على مانشستر سيتي، ده الفريق الاكثر جماعيه في العالم. يعني في قائمه الهدافين الموسم الماضي، مش هتكلم عن الموسم ده، الموسم الماضي في قائمه الهدافين 4 لاعبين من اصل 10 بس مفيش منهم هداف، والفرق ما بين الهداف الاول واول هداف السيتي فرق كبير، مش قليل، يعني اكتر من حوالي 10 اهداف. لكن ده بيؤشر على ايه؟ ان السيتي بيستطيع انه يلعب باكثر، بيصل للمرمى باكثر من شكل، وانه فريق جماعي اكتر. فدي الحاله اللي بيعيشها الاهلي في التوقيت ده. وحاليا ايضا في الدوري الانجليزي 3 هدافين من مانشستر سيتي لروي ساني، رحيم ستيرلينج، اجويرو، الثلاثه في 10 الاوائل. ايضا ده بيؤشر على فكره الجماعيه في الاداء. اكيد. طيب لو النهارده هنتكلم عن تصريحات كابتن سامي قمصان، اتكلم وقال ان مارتين لاسارتي حط خطه عشان يحد من حجم الاصابات اللي كانت بتحصل للنادي الاهلي او لفريقنا في الفتره اللي فاتت. شايف ان هو ازاي عمل كده؟ هو مهم ان يكون شغال بشكل علمي او بشكل استراتيجي، عنده بلان معين بيمشي عليه، لكن انا بشوف الجانب الاهم هو فكره التعامل النفسي مع اللاعبين. يعني هو حريص جدا عليه مع كل لاعب في الفريق. يعني بنشوف دايما كل يوم عندنا خبر ان مارتين لاسارتي كان في جلسه خاصه مع لاعب ما جوه الفريق بيتكلم معاه عن شويه اخطاء حصلت في المباراه اللي فاتت، بيحفزه بطريقه ما عشان المباراه القادمه. صحيح صحيح. هو فكره دايما الاصابات بتيجي من حاجتين، يعني هي اما ازمه نفسيه او ضغط مباريات او ملعب سيء. فانا بشوف ان هو في الفتره الاخيره عمل حاجتين، التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين ده من جهه، ومن جهه تانية فكره التدوير.
موضوع عملية التدوير من أصعب تاني بقوله بكررها من أصعب العمليات اللي ممكن تميز مدرب عن مدرب. يمكن جوارديولا بيتميز عن جميع مدربي العالم والوحيد اللي بينافس لحد اللحظة ديت على 4 بطولات وعنده أزمة في الجدول إنه هيلعب كل 48 ساعة لأنه بيعمل عملية تدوير مناسبة جدا رغم إن في أماكن في الملعب ملهاش بدائل. يعني فرناندينيو في وسط الملعب ملوش بديل والنهارده هو بيلعب بيه مصاب طول الموسم. عنده دي بروين اهم صانع العاب في العالم مصاب طول الموسم والنهارده بيحول لاعب جناح بالاساس اللي هو برناردو سيلفا الى العمق ويقوم بنفس الادوار والنهارده يبرز برناردو سيلفا كافضل كواحد من افضل صناع اللعب في العالم. فهنا المدرب اللي بيجيد عمليه التدوير والمدرب اللي بيقدر يجهز العناصر ويتطور ادوارهم ما بقاش دوره نمطي ودوره معروف ده اللي قلناه على مستر مارتن سارتي ان هو قدر يعمل ده مثلا مع السوليه اللي كان بيدافع بس عمله مع كريم نيدفيد اللي حوله لهداف. صحيح. لو بصينا على المباريات اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا وصعود النادي الاهلي كمتصدر لمجموعته الرابعه في دوري ابطال افريقيا هنلاقي ان مجلس اداره النادي الاهلي ما حطش مكافئات خاصه للعيبه في حاله ان هم صعدوا. المكافئات اللي تم الاعلان عنها هي المكافئات اللي موجوده اصلا في اللائحه حوالي 40,000 جنيه عن المجموعه او عن الصعود عن المجموعه كلها. شايف قد ايه اللعيبه عندها وعي وعندها مسؤوليه وتحمل مسؤوليه بالصعود للدور التالي؟ في الحقيقه هو مش من المفترض ان مجلس اداره النادي الاهلي يحدد مكافئات لعبور دور المجموعات اللي هو في دور ال 16 كمان مش دور ال 80. المكانه الطبيعيه بتاعه النادي الاهلي اللي احنا اعتدناها واعتادها لعيبه الاهلي انك تبقى يعني دايما الاهلي بيحسم دور المجموعات من الجوله الرابعه والجوله الخامسه ما بيوصلش بالاساس للمحطه الاخيره. طول عمر الاهلي بيحسم ده مبكرا. ده امتى؟ ده لما كانت المجموعات في دور الثمانيه ومؤهله لقبل النهائي. يعني كانت المجموعات اكثر قوه وتعقيدا. النهارده لما الموضوع اتسهل شويه واصبح فيه فرق في المتناول فمن الطبيعي جدا ان احنا نشوف الاهلي بيحسم بدري. وانا بقول يعني لولا فكره التغيير اللي حصل في وسط الموسم وان في مدرب فشل او تعرض لعثره وجه مدرب جديد كان الاهلي هيقدر يحسم من الجوله الرابعه او من الجوله الخامسه كان يحسم بدري جدا جدا. فده الطبيعي. مجلس اداره الاهلي بيعمل الطبيعي ان هو النادي الاهلي مكانته الطبيعيه انه في المحطات النهائيه دايما وفي مكان التتويج بالبطولات. المفروض ان النادي الاهلي هيواجه احد فرق هورياكو نكر الغيني او شباب قسنطينه الجزائري او سان داونز الجنوب افريقي وده طبعا هيتم تحديده بعد القرعه اللي ان شاء الله هتقام الساعه 7 مساء النهارده في احد فنادق القاهره. شايف ايه افضل فريق النادي الاهلي ممكن يقابله؟ يعني خلينا اتفق معاكي بشكل مبدئي الادوار الاقصائيه في اي بطوله قاريه اللي هي بتعتمد على المواجهه المباشره ما بين فريقين ما بتعترفش بفريق كبير او فريق له افضليه. ممكن نقول على الورق الاهلي ليه افضليه والنهارده الاهلي هو داخل الدور ده او القرعه دي وهو بيمثل دور الملك ومن المفترض ان الثلاث انديه الاخرى هي اللي دلوقتي في موقف مندوب ارسنال الانجليزي اللي كان بيجي يحضر القرعه دايما وهو قلق ان هو يقابل برشلونه او بايرن ميونخ لان دي بتعتمد بالاساس على ظروف المباراه معطياتها ايه وظروفها ايه. ممكن تبقى انت الافضل لكن تتعرض لحاله طرد مبكرا اصابه لاعب مهم مبكرا ظروف تحكيميه ارضيه ملعب فبالاساس مفيش اي مواجهه مضمونه. لكن لما اتكلم في التفاصيل واقول مين الافضل للاهلي في الثلاث انديه انا بشوف ان سان داونز اصعب فريق ممكن تواجهه. سان داونز قدم دوري مجموعات قوي جدا 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 كان ند قوي للوداد المغربي الفريق اللي بيصل للمحطات النهائيه في البطوله في السنوات الاخيره. اقوى هجوم واقوى دفاع في المجموعه حقق نفس عدد النقاط اللي حققها الوداد يعني فرق فقط في فكره انه فاز في جنوب افريقيا 1 وخسر في المغرب 2-0 فصعد الوداد. فبشوف ان فريق جنوب افريقيا فريق سان داونز هيبقى من اصعب الفرق لو جه في طريق الاهلي. ما اتمناش ان هو يبقى موجود في طريق الاهلي. بشوف حوريه هو اسهل فرق ممكن يقابلها الاهلي. حوريه فريق متواضع شويه الخط الخلفي في حاله ممكن نقول سذاجه عند بعض المدافعين. يعني اشوف ان الاهلي هيمطر شباك حوريه بعدد كبير زي ما حصل مع سيمبا وهيكون مهمته سهله الى حد ما. شباب قسنطينه الجزائري احنا شفناه مع الاسماعيلي في دوري المجموعات. صحيح. شباب قسنطينه هو فريق يعني افضل تكتيكيا من شبيبه الثوره اللي كان مع الاهلي في المجموعه. لكن هو بيعتمد على فكرتين فقط. فكره لعب الكرات الطوليه ما بين قلبين الدفاع من خلال اسماعيل بالقاسمي اللي هو المهاجم اللي بيجي من تحت دايما وبيستغل فكره المساحه ديت. والفكره الثانيه اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا هي تجميع الكرة ولعب الكرة القطريه عند الظهير الايمن اللي هو حسين عياده. ده
محطه ارسال كرات عرضيه غير عاديه، كل 3 دقائق بتلاقي كره عرضيه من ناحيته. يمكن كان غريب جدا بالنسبه لي انه ارسل 7 كرات عرضيه في اخر ربع ساعه في مباراه الاسماعيلي، وايضا سجله من نفس الكره العرضيه، يعني قعد طول الوقت كرات عرضيه. انا مش مستوعب ازاي مدير الفني الاسماعيلي مش قادر يوقف دي، وبرده استقبل الاسماعيلي في اخر لحظه من كره عرضيه لحسين عياده. حسين عياده ايضا في مباراه العوده كرتين عرضيتين وسجل منها. فشباب قسطنطينيه بيعتمد على الفكرتين دول، لكن اجمالا الاهلي يفرق كتير جدا من حيث الجوانب الخططيه التكتيكيه، المهارات الفرديه للاعبين، مستوى حتى على مستوى القرارات داخل الملعب. فبشوف الاهلي نسبيا هو عدى الدور ده. خلال المواسم اللي فاتت هنلاقي ان اغلب اللعيبه اللي خرجوا من النادي الاهلي طلعوا اعارات ورجعوا مره ثانيه النادي الاهلي، ما قدروش هم يثبتوا نفسهم يعني بطريقه اللي كانت المفروض او كانت منتظره منهم من قبل الجهاز الفني او حتى من قبل الجماهير. لكن شفنا الموضوع مختلف تماما مع ايمن اشرف. تفتكر ايمن اشرف كسر القاعده دي؟ ايمن اشرف ليه كسر القاعده دي؟ هو كسر القاعده، بس ليه ايمن كسر القاعده؟ لان احنا دايما بيبقى فيه استعجال على اللاعب بيلعب 6 شهور او موسم ومع بعض، يعني لما يبتدي يظهر ويلمع فنستعجل قوي انه يرجع، مع انه هو لسه ما تطورش بالشكل اللازم اللي يسمح له انه يكون في فرقه بتتعرض لضغوط كبيره جدا بتنافس على اكتر من بطوله، فبالتالي هو محتاج اكتر من موسم. وده اللي حصل مع ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب اكتر من موسم مع سموحه، لا ده كان كمان كابتن فريق وهو اصغر كابتن في الدوري المصري، يعني كان ايمن تقريبا 21 سنه وهو قائد لفريق سموحه، مش فريق بيصارع على الهبوط ولا فريق في وسط الجدول، لا ده كان فريق بينافس على المركز الثالث دايما، بيلعب بطوله قاريه، بيلعب في دوري ابطال افريقيا. فقدر ايمن يكتسب كم خبرات تؤهله لما يجي الاهلي يبقى جاهز، وده اللي اتمنى ان مجلس الاداره الاهلي يحطه قدام عينه وهو بيقيم احمد ياسر ريان، احمد حمدي، اللاعبين اللي تم اعارتهم في الفتره الاخيره وتالقوا، واحمد حمدي في الجونه. محتاجين يتصبر عليهم شويه، يعني مش الصيف ده يرجع، يعني دول محتاجين يلعبوا اكتر. يمكن عمار حمدي في الاغلب هيرجع بعد 6 شهور، ده الكلام اللي بنسمعه في الفتره انت الأخير. حسب احتياجاتك الفنيه لو انت عندك ازمه في المنطقه دي فانت ممكن تلجأ لده، لكن الافضل ان اللاعب في السن ده بالتحديد انه يلعب كتير. يمكن دي الازمه اللي وقع فيها رمضان صبحي، اللي مرحله من 20 سنه 23 سنه هي مرحله التطور، عشان توصل ل 24 و25 تكون ناضج تماما وتدي قمه عطائك. فاعتقد ان اداره الاهلي مطالبه بانها تسيب لاعبيها شويه يتطوروا اكثر عشان خاطر لما يرجعوا يبقوا يقدروا يقدموا اللي قدمه ايمن اشرف. طيب خليني اسالك عن اداء ناصر ماهر، شفته ازاي مع النادي الاهلي؟ ناصر ماهر يعني في اجماع كامل من بدري قوي مش من النهارده بس انه لاعب يمتلك مهارات استثنائيه. هو لاعب مهارته عاليه جدا، حضوره قوي في المواقف الفرديه، من اللاعبين النادرين اللي عندهم الحلول دايما. ويعني انا بيعجبني في ناصر ماهر قوي فكره انه بيلعب على المرمى دايما من اللاعبين اللي بوشهم للمرمى الخصم دايما، بيستلم الكوره بيحب يروح قوي على جون الخصم. فدي الجراه مش عند لاعبين كتير. فناصر ماهر محظوظ ايضا بوجود مارتن لاسارتي اللي هو اضاف له حاجات كتيره جدا، وهيبقى محظوظ باستمراره الموسم كمان او موسمين. انا بنصحه ان هو يكمل مع مستر مارتن لاسارتي لاطول فتره، لانه محتاج انه يضاف ليه بعض الجوانب التكتيكيه، فكره الالتزام بالادوار معينه، فكره التحول من مكان لمكان. يمكن ده ظهر في ماتش سيمبا 5-0 في القاهره، يعني كان بادئ جناح ايسر شويه تشوفه وبعدين تخش تشوفه في العمق بيكمل، كان بيقوم باكتر من دور وادوار متعدده. صحيح. فاضاف ليه كتير جدا مستر مارتن. كنت بتتكلم عن رمضان صبحي دلوقتي وتقول ان هو يعني كان المفروض ان هو يلعب في الوقت اللي كان بيحترف فيه في الدوري الانجليزي، كان محتاج المزيد من اللعب وده كان احسن بالنسبه له. لو سالتك دلوقتي شايف رمضان صبحي فين كمان سنتين؟ شايف رمضان صبحي بعد سنتين افضل لاعب في مصر في النادي الاهلي. انا بنصح رمضان صبحي انه يغلق فكره الاحتراف تماما، ما يحطش دماغه خالص احتراف. بس ازاي لاعب يكون قدامه ان هو يلعب في البريمير ليج افضل دوري واكبر دوري في العالم وما يروحش؟ يعني ما تبحثش عنها، خليها تدور عليك هي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما تبقاش ذهنك مشغول دايما بفكره انا جاي لي او انا عايز. هو انت جاي العروض اللي جايه لك دي جايه عشان انت وصلت لقمه ادائك ولا عشان خاطر في وكيل طول الوقت بيلعب في دماغك في عرض يا رمضان هنا وبيحاول سواقك هنا؟ يمكن محمد هاني ما تالقش مع الاهلي الا لما اغلق الملف ده تماما. محمد هاني ابتعد عن شغل السماسره واللي بيلعبوا في دماغه طول الوقت، قفل الفكره دي تماما. خصوصا كمان ان رمضان صبحي لسه سنه صغير، يعني لسه عنده الفرصه كبيره جدا قدام. هو انا بشوف ان هو لو ما شغلش باله هتجيله، يعني اللاعب دايما حتى جوه الملعب اللي ما بيركزش في المرمى وان انا اسجل هدف هي الكره اللي بتجيله. ما تشغلش بالك انت بالفكره دي دايما، ركز في الملعب في شغلك، تطور،
هتلاقي الدنيا كلها حواليك. لسه سنك صغير صحيح. لسه قدامك فرص كتير بس ما تبقاش ما تشتتش ذهنك. كمان يمكن رمضان صبحي لو فضل يلعب اساسي مع النادي الاهلي اكيد هينضم في الفترات القادمه للمنتخب الوطني الاول، واكيد ان شاء الله ممكن نشوفه في 2022 مع المنتخب الوطني الاول باذن الله يتاهل لكاس العالم. مؤكد وساعتها دي هتكون البوابه الاكبر ليه ان هو يروح للنادي اللي هو يبقى عايزه. انا اتمنى ان هو وقت ما يروح ما يكونش رايح عشان خاطر في وكيل بيدفعه للمنطقه دي، لان رمضان لما راح ستوك سيتي كان واضح جدا جدا ان 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 المدير اللي نقله النقله دي مش دارس الموضوع. يعني لما تروح في مكان بيلعب في مركزك ارنانتوفيتش وشاكيري افضل اثنين لعيبه في الفرقه في نفس المركز، فانت هنا مش هتلعب. المدير ده لو مش واعي ان انت في سنك ده لازم تلعب حتى لو في مستوى ادنى ومستوى اقل، يعني تلعب في فرقه اقل بس لازم تلعب، يلعب كتير زي محمد صلاح لعب في فيورنتينا وما عادش في دكه تشيلسي. كان لازم من رمضان يلعب في التوقيت ده. فواضح جدا ان هنا الراجل سعى لمصلحته هو، فكره ان انا هاخد العموله بتاعتي وخلاص. فرمضان مش عايزه يشغل باله تماما فكره ان انت تبقى قائد للنادي الاهلي، والنهارده انت اللاعب الاهم في تشكيله الاهلي. رمضان عنده مميزات نادره مش بيمتلكها حد في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. يعني رمضان نوعية خاصة جدا. يمكن الجمهور بينتقد رمضان في تضييع الفرص، ويمكن دخل في مشاكل في بعض الأوقات انتقده بشكل كبير، لكن رمضان بيعمل شغل مفيش حد تاني بيقدر يعمله حقيقي. يعني ده بس مثلا يعني بشكل سريع عاد بالإيجاب جدا على علي معلول. علي معلول بعد رمضان صبحي وقبل رمضان صبحي حاجة تانية. هو طول عمره علي معلول لاعب قوي، بس صحيح. بعد رمضان صبحي علي أفضل سائر ليه؟ لأن فكرة محطة الإمداد اللي عند رمضان صبحي ما كانتش موجودة قبل كده. يعني جوردي ألبا في برشلونة لاعب افضل باك ليفت في العالم، افضل ظهير ايسر في العالم، بس ليه؟ عشان ليونيل ميسي محطه الامداد اللي دايما عارفه امتى هتطلع وهلعب لك وانا مش شايفك. ده اللي بيعمله رمضان صبحي. فكره اللاعب اللي بيقف على الكوره كتير قوي لو قعدت ممكن رمضان يمسك الكوره في رجله نص ساعه محدش عارف ياخدها منه. صح، دي حاجه، دي ميزه كبيره ان انت تدي فرقتك الاستحواذ. تقدر تهدي رتم الملعب، تقدر تسرع رتم الملعب. ده قليل قوي، مش لازم يبقى هداف. يعني ارسل مير برضو في برشلونه لاعب برضو من النوعيه دي اللي بيمسك الكوره كتير جدا. لو دورت على ارقامه في صناعه الاهداف، هدفين طوال موسم كامل، لعب 75% من المباريات وصنع هدفين فقط ولم يسجل. بس هل ده يقلل منه؟ لا، ده في ثوره حب ليه غير عاديه، لان هو بيمنح ميزات مش متشافه، المدربين شايفينها. فانا بقول لرمضان انت بتعمل ده وهيظهر اكتر قدام، وبامكانك تطور فكره ان انت تهدف وتكون اكثر فعاليه، وكونك تبقى رقم واحد في النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، ده في حد ذاته اكبر من ان انت تبقى موجود في انديه تقعد على دكه في ملاعب اوروبيه. لعيبه كتير جدا قعدت في اوروبا صحيح وما وصلتش اللي ممكن توصله وانت في النادي الاهلي. وفقا بقى لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، نتكلم عن مؤمن زكريا. مؤمن زكريا جاله اكتر من عرض من الدوري الفنلندي، وطبعا دلوقتي بيتم مناقشه العروض دي، والافضل للاعب زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ الاهم هو مصلحه اللاعب، الافضل ليه ان هو يعار فيعار، وطبعا ده وفقا للعروض اللي هتيجي للاعب من الدوري الفنلندي. بس خلينا نرجع ورا شويه، هل شايف ان قرار مؤمن زكريا ان هو يرحل للاعاره في بدايه الموسم الحالي كان قرار صحيح؟ لا، كان قرار خاطئ بالمره. فكره انشغال مؤمن زكريا اساسا وتشتيت ذهنه بان انا امشي من الاهلي ولا اجدد اروح ولا اجي ما كانش حاسم. يعني اللعيبه في سن بعد ال 30 انت امام خيارين، اما استقرار او تروح لمرحله التخبط اللي بيروح لها بعض اللاعبين، ويروح من هنا لهنا بيجمع فلوس شويه فبيلاقي نفسه وقع. كان مطالب مؤمن انه يستفيد من دروس الماضي، كان لابد من البدايه انه يبقى واضح قوي، وان فكره تجديده للاهلي تبقى مبكره شويه علشان تدخل في الحسابات، بدل ما انت يا مؤمن دخلت في سكه هقعد دكه شويه هخرج من القايمه شويه. كان مفترض ان انت تبقى متواجد بشكل مستمر في القايمه، متواجد بشكل مستمر في الملعب. فهو اخطا جدا في فكره تاجيل فكره تجديده للاهلي، كان من بدري قوي لازم يجدد للاهلي، وبالتالي ما ترتب عليها كانت طبعا نتيجه سلبيه على مؤمن بشكل كبير جدا. طيب، وشايف الافضل ليه دلوقتي؟ هل يفضل في النادي الاهلي ويكمل معاهم التدريبات لغايه ما ينتهي الموسم، لان هو مش محقق ان هو يشارك مع النادي الاهلي في الموسم؟ هو يلعب في دوري فنلندي، افضل يلعب 3 شهور او 4 شهور اللي هي المتاحه حاليا، وعلى اساس ان هو يبتدي الموسم مع الاهلي الموسم الجاي، خاصه وهو جاهز. لان مؤمن كمان هيبقى اضافه. بشوف قائمه الاهلي محتاجه مؤمن، يعني اكيد طبعا لاعب كبير جدا صبحي وجيرالدو وليس سليمان، خامسهم مؤمن زكريا. لان مفيش في القائمه من هم افضل منهم في المركز صحيح ده. لاعب كبير ومؤثر جدا في صفوف النادي الاهلي، اضافه كبيره لاي مكان.
استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريده الدستور، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.